فإن يوم الغدير هو يوم إذن الله تعالى بالإعلان عن دولة الحق المنصبة من قبل السماء، والتي قامت حجر أساس في دولة العدل الإلهي. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولأن الغدير يوم إعلان من الله عن دولته العليا العادلة وعن حصنه الأكمل بولاية أمير المؤمنين، ولاية أمير المؤمنين، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فهو يستحق أن يكون عطلة عراقية رسمية تشمل جميع العراق وقومياته وطوائفه، لأن الغدير يوم تصدرت فيه الإنسانية والشرف والعدل، ولأن عليا صلوات الله عليه إمام الإنسانية جمعاء، فإننا نطالب بما طالب به زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى بن السيد محمد الصدر، بأن يكون اليوم 18 من ذي الحجة عطلة رسمية عراقية، فتأييدا صلوا على محمد وآل محمد. صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجه.